طبعا كل واحد بقى مع نفسه. نجيب مشرف عام الاستراحات موجه مالي واداري في المديريه. بالنسبه لعدد الاستراحات الموجوده في المحافظه 65 استراحه متوزعه على جميع المراكز هشمون والسادات ومنوف وتلا وبقيه المراكز في المحافظه. هي الاستراحات على اتم استعداد لاستقبال النزلاء. في حاله عجز في الاسره بنستعين بها من المدارس، في حاله عجز ثلاجات او اي حاجه بنستعين بها باي مدرسه مجاوره بايصال. الحمد لله ما فيش اي مشاكل ولا اي شكاوى بالنسبه للاستراحات. وعملنا بروتوكول تعاون الدكتور عبد الله عماره في الوزاره، عمل بروتوكول تعاون مع شباب الرياضه. خدنا مراكز شباب في السادات لاقامه بعض النزلاء نظرا لوجود عجز في عدد الاسره، والحمد لله الوضع مستقر جدا ومفيش اي مشاكل. Thank you.